السلام أعزائي الأتقياء، أخباركم بخير؟ لاباس عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة بحول الله. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد طاجين سمك السردين بطريقة جديدة جدا مفيدة للصحة، رائع جدا، ما تشبعوش منه، مفيد 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 كما قلت لكم، بالخضروات روعة، سهل في التحضير. لهذا تبعوا معايا المراحل، ان شاء الله غادي تجيكم بطريقه سهله ومبسطه. يلا هما ان شاء الله على بركه الله. غزالاتي كيف ما كتشوفوا عندنا هنا كيلو ديال السردين مغسول مقشر، حيت منه الشوك ديالو، طحنته في الطحانه الكهربائيه، ما طحنوش مزيان حتى يعود مياه، يعني غير شي شويه. عندي لاصوص طوماط كيف ما كتشوفوا، زوج مطيشات محكوكين، عندنا القزبر والمعدنوس والثومه، عندي خيزو محكوك وقريعه محكوكه، فلافل خضراء وحمراء، بيان سور عندي بطاطا وخيزو قطعتهم دوائر، حامض مسير بيان سور، والتوابل. الان ان شاء الله غنبداو على بركه الله كيف ما كتشوفوا. والبنات غتسالوا تقولوا علاش كدير، علاش دارت خيزو قريعه؟ هاد الطاجين ديال السمك السردين مميز، يعني قليل اللي كيدير بحال هاد الشكل. بالنسبه للاطفال اللي ما كياكلوش الخضر، ضروري نمزجوا لهم الخضر هنا، كيجي واحد الطاجين فريد من نوعه، كيجي هائل. مباشرة ضفت قريعة وخيزو والقزبر المعدنوس، غنحك ثلاثة فصوص ديال الثوم، راه كيجي غزال 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 بنينة البنات، كيجي رائع بزاف. بالنسبة للأطفال اللي ما كياكلوش الخضر، يعني خاص تكون طريقة ذكية باش ندخلو ليهم الخضر، ما يبقاوش غير على الأكل السريعة. بيان سور غادي نضيف راس معلقة ديال الملح، كيما كنقول لكم دائما الملح على حسب ذوق كل شخص. غنديرو الإبزار أيضا، راس معلقة ديال الإبزار، توابل ديال الحوت السمك راه معروفة، غنديرو التحميرة أو البابريكا، غنديرو شوية الكمون، راس المعلقة يعني ما نكتروش بزاف. هادو هما التوابل اللي عندنا. نحركوها مزيان حتى تدخل العناصر في بعضها. كما كتشوفوا غزالاتي، ها انا دخلت مزيان الخضر مع التوابل مع السمك، تمزجات مزيان مزيان لي زانغريديون كامله كما كتشوفوا، ما بقاتش كتبان الخضر. ممكن تضيفوا هنا جوج معالق الرز، داك الرز المهرس العادي. غادي نضيف، نجيب الطاجين ديالي، غنخوي فيه لاصوص طوماط، راه طويجين كيجي هائل البنات، رائع، سهل في التحضير، سريع. دائما انا كنمشي دائما الوصفات السريعه. كيف ما كتشوفوا غزالاتي، عندي الخضر هاي غسلها، حطها في اناء واحد البانيو،
الفلافل مخلطه. الان الطاجين ديالي درت فيه كيف ما كتشوفوا لاصوص طوماط، زوج مطيشات غسلتهم بيان سي، غبيتهم طحنتهم. الان غادي نشط الطاجين ديالي، غنفرش فيه الجزر اي خيزو، الطريقة دائما الجزر الناس يكون هو لتحت يعني في الطبقة السفلية. نجيب الكفته ديالي كويرات، نحط بطاطا، اولا ممكن نسخن البطاطا هكذا، بطاطس قطعتها دوائر حتى هي، نديرها بهذا الشكل. بغيا كيطيب البنات حيت قطعت الخضر اصلا، قطعتها يعني دوائر يعني خفيفه ماشي غليظه، ماشي يعني سميكه. القطع ديالها كيف ما كتشوفوا شو يعني الصوت ديالها شويه رقيق. الان غزالتي غندير كويرات كفته ديال السردين لي بالخضر بيان سيغ. تا بالنسبه لوليدات الا شافوا الخضره في الطاجين وما كلاوهاش، راه هي داخله هنا في الكفته، ما غاديش يحسوا بها، وكيجي لذيذ البنات بزاف. كونوا على يقين الا درتوا هاد الطاجين راه طاجين صحي غزال 100%. بقى 25 دقيقة كيطيب أو لا حتى 20 دقيقة. أنا كندير النار مهيلة، الزيت كيف ما شفتو ما درتش الزيت حتى الأخر، عاد كندير شوية ديال زويتة بلدية وزيت المائدة، أي كنخلطهم مع عصا سيدنا موسى أو لا ورق الرند حتى هي. هادو حتى الاخر عاد كنضيفهم الطاجين ديالي والحامض مصير كيف ما كتشوفوا. انا كيف ما قلت لكم في التقديم اخر حاجه كنديرهم هاد المكونات، اي الزيت والحامض، عصا سيدنا موسى ولا ورق الرند. ورق الرند على فكره كتعطي واحد المذاق هائل للسمك. الفلافل
حتى كتشوفوا غزالتي ها الطاجين ها هو وجدته. الان غندير لكم ورقه الرند بيان سور، ها هي جوج ورقات فقط كينسمو لينا الطاجين ديالنا. غنحطوهم هنا نحاولوا نخشيوهم، كيعطي واحد النسمه هائله للطاجين ديالنا. جوج ورقات فقط حبيباتي، كيف ما قلت لكم ايضا غندير شويه زويته بلديه، معلقه زويته بلديه فقط. زيت المائدة يعني جوج معالق، وحدة بلدية وحدة زيت المائدة باش ما يجيش الطاجين ديالنا يدبل بزاف. نحاولوا نبعدوا على الدهون. وبالنسبة للحامض حبيباتي، عندي انا الحامض مصير اخر حاجه كنحط شي شويه ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا رشاد ديال الكفته اكيد غادي نستغلها. اليوم تقريبا درت هاد الطاجين يوم السبت، تقريبا غندوز واحد نهير وهاد الكفته نستغلها، ما نخليهاش في الكونجيلاتور ديال سير ندير هاد المجمد واحد النهار نستغلها. حيت ما درتهاش في لاصوص، كيف ما كتشوفوا غزالتي ها الطاجين ديالي حطيته فوق النار، غنخليه واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه منين غادي يطيب ان شاء الله غادي نتلاقاو. الطاجين ديالنا ها هو كيطيب كيف ما كتشوفوا. ريحته البنات كتشهي غزال زوين بزاف. يلا كيف ما قلت لكم من قبل منين يطيب نتلاقاو ان شاء الله. الطاجين ديالي طاب، شو كيفاش جا هائل رائع زوين. شو حبيباتي راه كيجي روعه 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 غزال سهل ميم با، يعني 25 دقيقه هزليه ديال الطياب. شتو هانتوما كفيته طايبه، خضيره كلها طايبه، كيجي هائل. نتمنىكم تجربوه، راه صحي بالنسبة للكبار الصغار، رائع جدا. إلى اللقاء حبيباتي، إلى فيديو آخر بحول الله، تحياتي لكم.